إلى شباك مسؤول الآن وتجربة ملهمة من مصر وحكاية ثلاث فتيات مصريات مصابات بمتلازمة داون وعملهن في مجال المخبوزات وإنشاء مشروع فور بيسكس لبيع ما يخبزونه عبر الإنترنت. نتعرف على قصة هايدي وشريهان وندى في هذا التقرير. ادي العيش لخبازه، فكيف لو كان الخباز فتيات مصابات بمتلازمة داون؟ هي حكاية هايدي وشريهان وصبا، الفتيات المصريات المصابات بالمتلازمة، واللواتي يعملن اليوم في صناعة الخبز الصغير وبيعه على الانترنت لمساعدة أسرهن. والموضوع بدأ ان احنا بقالنا فترة مثلا سنة ولا حاجة بنفكر ان احنا عايزين نعمل لهم مشروع، فجت الفكرة بالصدفة واحنا عايزين بنتكلم يوم واحنا خارجين انهم احنا عايزين نعمل حاجة زي بيكري مثلا، او بحيث تبقى مش حاجة معقدة عليهم ان هم يعرفوا يعملوها. ففكرنا ان احنا قبل ما نعمل نفتح بيكري مشروع كبير يعني، الاول نبدا نعمل حاجات في البيت صغيره ونبيعها. فعملنا بيج على الفيسبوك وعملنا لوجو واسم وكل حاجه، وبنستقبل الاوردرز بقى على الصفحه. القيمون على مشروع فور بسكويت يطمحون لاستقبال اكبر عدد من المصابات بالمتلازمه ولفتح مخبز في مرحله ثانيه يستطيع توظيف العاملات كافه. واحنا نفسنا ان الموضوع يبقى لينا مكان بقى نقدر نستقبل فيه بقى عدد اكبر من الاطفال الداون. ده البلان يعني، احنا عاملينه الفتره الجايه ان احنا نجيب ناس تانيه معانا غير سيبا وشريهان وهايدي، ونجيب وبعد كده ان احنا عايزين اصلا نفتح بيكري يعني نقدر هما نوظفهم فيه. في عالمنا العربي الالاف من هايدي وشريهان وصبا، لكن ممن لم يحظين بما حظيت به الفتيات في مشروع فور بسكويت، وقد تكون رسالتهن اعطونا الفرصة وخذوا ما يدهش العالم. تنضم إلي من القاهرة عبر سكايب ندى أحمد، هي أحد مؤسسي مشروع البسكوتات الأربعة من هناك، للحديث على هذه القصة الملهمة. أهلا وسهلا فيك ندى. إذا يعني شقيقاتك يعني مصابات بمتلازمة داون ويعملن الآن في مشروع على المخبوزات، احكي لنا عن هذه التجربة ندى. هو الفكرة إن احنا بنشتغل مرة في الأسبوع من البيت، بحيث ان احنا يبقى من ناحيه لو عندنا اوردرز بنعملها بتجينا من على الفيسبوك، ولو كده بيبقى تريننج ليهم برضو ان هم يتدربوا على فكره البيكنج نفسها. وكيف بدات الفكره؟ كيف لقيتي التجاوب معاهم؟ وهل يعني لاي درجه هن فعلا يعني سعيدين بهالشغل هذا والتجربه اللي عم يقوموا فيها؟ هما الفكرة جات لنا ان احنا كنا بقالنا فترة بنفكر عايزين نعمل لهم مشروع ليهم هما، بحيث ان هما يشتغلوا فيه مع بعض كأصدقاء، وفي نفس الوقت ان هما يبقى ليهم يعني مكان خاص بيهم هما، يعني يبقى فيه مكان آمن بحيث يقدروا يشتغلوا فيه، وفي نفس الوقت يبقى مكان يجمعهم مع بعض. فالفكرة جات من هنا ان احنا نخليهم يبقوا يشتغلوا حاجة يشجعوا بعض، وفي نفس الوقت قصاد المجتمع نحاول نوصله رساله ان هم دول ناس من حقهم يشتغلوا زيهم زي اي حد تاني، كنوع من انواع الانتجريشن في المجتمع يعني. نعم. فالتجاوب مع صفحتنا على الفيسبوك ناس كتير قوي شجعتنا بصراحه وبتشتري مننا البسكوت عشان تشجعنا، فدي انا لقيت تجاوب ايجابي جدا عكس ما كنت متوقعه ممكن في الاول قبل ما اعمل البيج. الناس فعلا يعني مرحبه بالفكره جدا. انت وضحتي من خلال البيج اللي عملتيها بانه المشاركات بهذا المشروع هن ايضا من المصابات بمتلازمه داون. هو احنا المؤسسين اخوات سيبا وشريهان وهايدي، فهم الجروب الاولاني لينا يعني، هم كانهم اخواتنا، هم اول حد اشتغلنا عليه. بعد كده ناويين اكستند ان شاء الله في فتره قريبه ان احنا نجيب ناس تانية معانا تشتغل من يعني عندهم داون برضو داون سيندروم، ان هم يجوا يشتغلوا معانا في المشروع وندربهم بحيث نكستاند شويه شويه لحد ما الموضوع يكبر. انا نفسي ان انا اجيب ناس من مختلف الطبقات الاجتماعيه ومختلف ولاد وبنات، بحيث يبقى فعلا يبقى مكان ليهم هم. مش لاي درجه عم تلاقي انه في يعني من اخواتك في
تجاوب بالعمل بهذا الموضوع؟ لأي درجة صار في إتقان لعمل المخبوزات؟ لأي درجة صار في يعني حب المشاركة في هذا العمل؟ هما بيتشجعوا قوي لما يبقى في معاهم يبقوا اصحاب مع بعض. فهما بس عندهم مشكله ان هما بيزهقوا شويه من الشغل يعني زي اي حد، بس هما بيتعبوا. فبس اللي بيشجعهم ان احنا هما مع بعض، فهما كمان بقوا حاسين ان هما مهمين جدا. يعني لما جت فتره كان في كاميرات كتير تيجي تصور معانا، فكانوا حاسين قوي ان هما قد ايه مهمين وقد ايه الناس مهتمه ان هي تيجي تعرف عنهم. فلا طبعا فارق معاهم ان هم ليهم حاجة بتاعتهم، وهم عارفين المشروع البسكوت ده بتاعهم هما. هما بيتحسنوا كتير. يعني بنشتغل مرة في الأسبوع تريننج، ده مش كافي. يعني أي حد بيحب يتعلم حاجة مثلا بيحتاج مثلا 3 4 مرات في الأسبوع، هما بصراحة في مرة واحدة في الأسبوع وفي تجاوب جامد معانا. يعني بيتحسنوا بصورة، حتى ساعات احنا بنستغرب هما ازاي. يعني ساعات لما بنسيبهم يشتغلوا لوحدهم من غير سوبرفيجن بيعرفوا ان هم عارفين خلاص الخطوات ايه. مثلا بيحتاجوا جايدنس شويه، ان هو نقول لهم اعملوا كذا، تخنوا العجينه او كده، بس هم نفسهم خلاص هم حفظهم. يعني هم عرفوا هم بيعملوا ايه. نعم، بتشكرك ندى أحمد على هالمشاركة، وبتمنى لكم كل التوفيق في هذا المشروع، وأيضا لإخواتك، وأنه يكبر كمان هذا المشروع مثل ما حكيتي، وتستقطبوا يعني كمان أعداد أخرى. شكرا لك ندى. شكرا. شكرا. نذهب الآن إلى سوريا ومأساة إنسانية في الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل النظام، والتي تحولت إلى كارثة إنسانية بسبب هذا الحصار المفروض عليها، ما يهدد الآلاف بالموت من نقص الطعام والدواء وغيرها من أساسيات الحياة. مجموعة من النشطاء أطلقوا حملة باسم اكسروا حصار الغوطة، تهدف للتوعية بهذه القضية والتعريف بما يعانيه أهالي الغوطة في ظل الحصار. نشاهد الإعلان الترويجي للحملة. للحديث أكثر عن هذه الحملة ينضم إلي عبد الملك عبود، منسق حملة اكسروا حصار الغوطة من الغوطة. أهلا وسهلا فيك عبد الملك. يعني طبعا كان في صعوبة لحتى نقدر نضبط اتصال سكايب معك، وهذا الشيء أخذ منا وقت، لذلك لا يوجد الكثير من الوقت. احكي لي عن الحملة باختصار، وهل وصلتوا لأهدافكم من خلالها، وهل عم تستفيدوا من خلال القيام بهيك حملات؟ السلام عليكم. أنا أعطيكم ألف عافية يا رب، وشكرا لكم. البداية حملة الأسد كانت المرحلة الأولى، كانت تحت هاشتاج الأسد يحاصر الغوطة، والمرحلة الثانية تحت هاشتاج اكسروا حصار الغوطة. الحملة هي كانت مبادرة فردية من نشطاء العمل الإعلامي والعمل المدني بالغوطة الشرقية، أطلقناها بعد ما مضى أكثر من 4 سنين على حصار الغوطة الشرقية. الغوطة الشرقية منطقة محاصرة من 15/10/2013 لليوم، عم يعانوا اهالي الغوطه من حصار اقتصادي وانعدام بالحياه كافه جوانب والمعيشيه. والنقطة الأساسية، نحن أطلقنا الحملة بوقت بعد مضي أكثر من 6 شهور على توقيع اتفاق تخفيف التصعيد اللي تعهدت فيه روسيا فتح كافة الطرقات والمعابر على الغوطة الشرقية وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية. ولكن لليوم ما صار أي تغيير إيجابي بهذا الصدد أبدا، وحتى العمليات العسكرية لن تتوقف أبدا. كانت حملتنا هي بتعتمد على شيء أساسي، توجيه رسالة إعلامية للمجتمع الدولي بشكل كامل، ولتحريض الرأي العام ضد حكوماته لمناصرة قضية الغوطة الشرقية اللي بالفترة الأخيرة تعرضت لعملية تعتيم إعلامي كبير. نعم. طيب، يبدو أنه في مشكلة يعني بالتواصل مع الغوطة الشرقية. على كل أحوال أتمنى أن يكون وصل صوتكم في حملة اكسروا حصار الغوطة، وربما يمكن يعني إنقاذ الأطفال من الموت.